محتاج نفهم بقى دلوقتي ازاي ان احنا نستعمل الاكس راي تيوب والديتكتور علشان نقدر نجمع مجموعه من البروجكشنز علشان نقدر بيها نكون الصوره. فالحقيقه الديزاينز بتاعت السي تي سكانرز ابتدت من الاول خالص بحاجه بنسميها بنسل بيمز. والبنسل بيمز دي بقى دلوقتي يعني كانت زمان هي دي الحاجه الاساسيه اللي الناس بتستعملها في اول جنريشنز من السي تي، تحولت بعد كده لفان بيم. فان بيم معناها ان البيم شكله مش حاجه عباره عن خط كده، عباره عن حاجه زي مروحه، زي المروحه اللي الناس بتستعملها، بتبقى حاجه شكلها كانها سيكتور. فالسيكتور دي معناها ان احنا عندنا في يعني عدد من الخطوط وكل واحد بيمشي في انجل مختلفه بتمشي من خلال البيشنت. فبالتالي الكلام ده نقلنا من حاجه بنسميها بارلل بيم بروجكشن سيستم لحاجه اسمها فان بيم بروجكشن سيستم. نحاول نبص عليهم مع بعض كده سيستم باي سيستم. في الاول في اول جنريشن خالص كان الفكره ان احنا بيبقى في عندنا بنسل بيم بالشكل ده كده، الاكس راي تيوب بيطلع الاكس راي، بيبقى في ناحيه ثانيه ديتكتور، واللي بيحصل ان احنا عندنا السورس والديتكتور زي ما احنا شايفين كده بيبقوا اون اوبوزيت سايدز من الاوبجكت، وبيتحركوا بياخدوا عدد من الخطوط هنا في الاوبجكت، كل واحد فيهم بيعبر عن ايكويشن. فمعنى كده ان انا كل مره بعمل اكس راي اكسبوجر بديتكت وان لاين بس، بديتكت نقطه واحده او بديتكت بروجكشن واحده، وباخد بعد كده نقطه ثانيه وهكذا، نقطه ثالثه وهكذا ورابعه، وبعد كده بعد ما اخلص امشي على الاوبجكت خط خط كده، ابتدي بعد كده اخد انجل ثانيه وانجل ثالثه ورابعه وهكذا. يعني هنا مثلا ده بروجكشن اولاني، باخد بعد كده مثلا ده 45 درجه، ده كده مثلا ده كان فيرتيكال، باخد بعد كده بروجكشن هوريزونتال، باخد بقى عند انجلز كتيره، بحيث لما انا اجمع عدد الخطوط اللي انا اخدتها في كل بروجكشن في كل انجل تايمز النمبر اوف انجلز، يبقى بيساوي او اكبر من او يساوي عدد النقط اللي موجوده عندي في الصوره. طبعا المشكله في السيستم اللي زي كده ان احنا اول حاجه احنا محتاجين كوليميشن، يعني محتاجين ان احنا نخلي الاكس راي بيم يبقى شكله عامل كده، يعني بنحط هنا حاجه زي كوليميتور كده بيسمح للاكس راي بس اللي هي ماشيه ستريت فورورد ان هي تعدي، والباقي كله بقى يعني بتخلص منه، وبالتالي الافشنسي بتاعه الاكس راي طبعا بتبقى اقل. المشكله الثانيه ان احنا عندنا دلوقتي عندي ديتكتور وعندي سورس وبحركهم هنا، يعني بحركهم نقطه ثانيه ثالثه عشان اخد كل البروجكشنز اللي انا محتاجها وانا هنا. المشكله في الكلام ده ان انا بتكلم على ان انا محتاج يبقى في عندي تو تايبس اوف موشن. عندي حاجه زي ترانسليشنال موشن كده او حركه خطيه عشان اقدر اخلي السورس والديتكتور يمشوا في الطريقه دي، يعني يعني يمشوا الاثنين مع بعض كده، يمشوا في الاتجاه ده كده عشان اخد بروجكشنز كتيره، وبعد كده عندي روتيشن عشان اخد كل الاباراتس دي كل المنظومه دي كلها اعملها روتيشن عند انجل ثانيه واعمل نفس الحاجه، وعند انجل ثالثه واعمل نفس الحاجه. فهنا الحقيقه الحركة معقدة شوية عشان في عندي حركة خطية كومبايند مع حركة دائرية علشان اقدر اكولكت الداتا اللي انا محتاجها. طبعا اي حاجة ميكانيكال عندنا في السيستم الحقيقة دايما بيبقى فيها ديلي، لان طبعا ميكانيكال موشن بيبقى فيه طبعا زي ما احنا عارفين الاكس راي تيوب بتبقى فيري هيفي، فبيبقى فيها انيرشيا، انيرشيا يعني عندها قصور ذاتي، فبالتالي لما احب احركها واخليها تقف عشان اقدر اخد اكسبوجر بحتاج ان انا استنى شويه، يعني ما بقدرش ان انا كولكت داتا في وقت الحقيقه يكون سريع. فبالتالي اول جنريشن اللي هي الفيرست جنريشن دي كانت تحتاج دقائق عشان تكولكت صوره واحده، وعشان اكولكت مور ذان وان ايمج لازم انا اعمل نفس الكلام ده مور ذان او بعدد الصور اللي انا محتاجها. فطبعا كان الاكوزيشن تايم او الوقت اللي بحتاج فيه عشان اكولكت الداتا بتاعت الصور كان وقت طويل جدا. عشان نعمل امبروفمنت على الكلام ده ابتدت الناس تفكر ان احنا هنا في الحل الاولاني ده كنا بناخد في كل اكسبوجر بناخد نقطه واحده بس، ناخد ايكويشن واحده بس. اوكي، فالناس فكرت طب ليه ما نحطش مور ذان وان ديتكتور ويبقى عندنا البيم بتاعنا نسمح له ان هو يبقى فان بدل ما يبقى يعني عباره عن بنسل بالشكل ده كده، عباره عن حاجه زي القلم كده ستريت فورورد، لا اخليه عباره عن حاجه شكلها عامله زي المروحه كده فان، وبالتالي اقدر اكولكت بدل ما بعمل كولكشن لنقطه واحده ممكن اكولكت مور ذان 1 بوينت. فهنا مثلا مبين ثلاثه بس اكشوالي ممكن احط اكتر من كده كمان بكتير، ممكن احط مثلا 7 او 11، يعني عاده الناس كانت بتحط اكتر من كده كمان بكتير.
فبالتالي احنا هنا قللنا الحركه الخطيه. يعني هنا انا في كل مره بقف فيها وباخد اكسبوجر، باخد مثلا لو هي حتى ثلاثه كده بس هنا، باخد ثلاثه اكويجنز في نفس الاكسبوجر، وبالتالي انا محتاج احرك الاباراتس دي، محتاج احركها عدد اقل من المرات عشان اكولكت الداتا اللي انا محتاجها في الدايركشن ده. فبالتالي انا هنا قللت اللينير موشن، بس لسه برضو محتاج لينير موشن مع السيركلر موشن، محتاج هنا اخد equations هنا، ومحتاج اخد عدد من الانجلز عشان اقدر اكولكت الداتا. فعندي نوعين من الحركه برضو موجودين في السكند جنريشن. الحقيقه السكند جنريشن خلى الصور تتاخد في وقت اقل بكتير، يعني بدل ما كنا هنا دقائق بقينا هنا ثواني، يعني صوره كل صوره مثلا تاخد 10 15 ثانيه، which is يعني طبعا اقل من هنا، بس still برضو تعتبر وقت طويل. لما احتاج مثلا اكولكت مثلا 50 صوره مثلا عشان اكولكت فوليوم، بنتكلم على وقت طويل جدا بالنسبه لبيشنت. احنا ومحتاجين برضو ان احنا ممكن ناخد عند انجلز مختلفه، يعني في حاجات كتيره الحقيقه يعني تخلي برضو سكند جنريشن ما هياش فيري افيشنت. برضو الثيرد جنريشن بقى ابتدت تشتغل بطريقه مختلفه شويه، ابتدت دلوقتي تلغي خالص فكره اللينير موشن، يعني ما بقتش احتاج ان انا اتحرك هنا خالص، بقيت حطيت هنا عدد من الديتكتورز بحيث يغطوا الاوبجكت كله، يعني باخد اكسبوجر واحد في كل انجل، ومن الاكسبوجر واحد ده باخد عدد من الايكويشنز يكفيني عند الانجل دي. فهنا الحقيقه بدل ما كان هنا يعني بيسيكلي بعمل ترانسليشن، بعمل حركه هنا حركه خطيه وبعد كده بعمل روتيشن، لا بقى هنا بس الروتيشن وخلاص. بقى عندي تيوب قصاد عدد كافي من الديتكتورز، بقى عندي ديتكتور اراي، والديتكتور اراي ده كل مره بياكواير عدد كافي من الايكويشنز في كل واحده من الانجلز اللي انا واقف عندها، وبالتالي طبعا السرعه بقت اكتر بكتير جدا. الحقيقه برضو المشكله هنا ان احنا هنا بنحتاج نحرك الاراي اللي هو الديتكتور اراي مع الاكس راي تيوب، وهما الاثنين الحقيقه حجمهم يعني وزنهم بيعتبر فيري هيفي، فبالتالي برضو الحركه الميكانيكيه كانت فيها صعوبه. فالحل الحقيقه اللي هو حاليا مستعمل اللي هو الفورث جنريشن، بتكلم على الفان بيم اكوزيشن، بيبقى عندي الديتكتورز موجوده يعني عامله لايننج لكل الانجلز وثابته في مكانها، اوكي، وبيبقى في عندي بس الاكس راي تيوب هي اللي بتتحرك، وبالتالي انا بقف هنا بالاكس راي تيوب، بحتاج احرك الاكس راي تيوب بس، وعند كل بوزيشن للاكس راي تيوب باكواير عدد كبير من الايكويشنز في وان اكسبوجر. فبالتالي ده يبقى ماتش مور افيشنت، ويقدر ان هو يبقى يعني خليت الحاجه اللي بتتحرك تبقى اخف حاجه ممكنه، لان ما اقدرش ان انا اقلل عنها، ما اقدرش اقلل عن الاكس راي تيوب، الاكس راي تيوب هي المينيمم اللي اقدر احركه، وفي نفس الوقت الديتكتورز كلها ثابته في مكانها، وبقدر اكولكت عدد كبير من الايكويشنز في كل مره بعمل فيها اكسبوجر. فبالتالي بقت بالنسبه للاكسبوجر بتاع البيشنت بقى احسن، بالنسبه للهيت كاباسيتي بتاعت التيوب نفسها ما بحتاجش ان انا اعمل اكسبوجرز كتير، فبالتالي بقى برضو الافشنسي بقت احسن. بالنسبه للحركه الميكانيكيه بقت التيوب نفسها خفيفه، اخف من التيوب والديتكتورز مع بعض، وبالتالي الحركه بقت اسرع، وبالتالي الفورث جنريشن هو ده الحاجه اللي مستعمله حاليا في الاكس راي، في الـ CT، في الكمبيوتر توموجرافي.